معكم سعد العضري من مدينة إسافي، الحارس على عدة ألقاب وطنية في رياضة الملاكمة وفي رياضة الكيك بوكسين. عندي 4 ذهبيات في رياضة الملاكمة و3 في رياضة ذهبيات في رياضة الكيك بوكسين. البداية ديالي كانت في مدينة مكناس في رياضة الكيك بوكسين، من بعد كان التوجيه ديالي لمدينة إسافي والتحق بواحد النادي وقررت بلان ندخل لابوكس ونبعد من الكيك بوكسين. الاختيار ديالي لرياضة الملاكمة كان اختيار صائب، الحمد لله عطيت فيه بزاف وعطيت لمدينة إسافي بزاف ديال الألقاب اللي باقي حتى واحد لحد الآن ما عطى الذهبيات اللي عندي أنا، الحمد لله والشكر لله. أول لقب خديته في رياضة الكيك بوكسين في بطولة المغرب في رياضة الكيك بوكسين في مكناس، ثاني لقب عندي كأس عرش في رياضة الكيك بوكسين، وثالث لقب هو آخر بطولة لعبتها في كيك بوكسين في مكناس ذهبية، الحمد لله 3 ذهبيات. في الملاكمة عندي 2 ذهبيات بطولة المغرب وعندي 2 كيسان ديال العرش ذهبيات. كانوا صعوبات كانوا عقبات، ولكن الحمد لله حاولت نتجاوز هاد الصعوبات كاملين وقدرت نتفوق على التعب وعلى لونطريمون ديال كل شيء، والحمد لله جاب الله التوفيق. تكمل معدك حيت لي سيونس ديال لاصال ما كافيش باش تحقق القاب، خاصك تاكل مزيان وتنعس في الوقت وتنظيم غذائي وتصحتك تبقى مزيانه. سعد العضري بي يهز درابو ديال البلاد ان شاء الله في تظاهره دوليه بحال الالعاب الاولمبيه بحال شي بطوله العالم. الحلم ديالي هو نكون بطل عالم في هذه الرياضه، ماشي ما عنديش الامكانيات باش نكون بطل عالم، الحمد لله الله عطينا موهبه وانا كنحاول دابا نطور الموهبه وغادي في تطور الحمد لله والشكر لله بفضل المدرب ديالي السي عمر الشبالي. بالنسبه للاحتراف ماشي بطوله، انا كيجيني الاماتور اقتح من الاحتراف، حيت بعض المرات كتلاقى مع ديزاتليت كيضربوا عشوائيين ماشي بحال المحترفين كيعرف كيضرب ويضرب فين كيعرف فين يضرب ويلعب معاك لا بوكس. اما بعد في الاماتور كتلقى شويه صعوبات، كندير دي سبارينغ مع دي زاتليت بروفيسيونيل كيعجبوني كيلعبوا معايا لا بوكس، ملي كنلعب في غنطلع الرينغ ديال الاماتور كيتبدل عليا اللعب. كنشكر العائلات كاملين ديالي من عمتي اللي بدات الله يذكرها بخير في النرويج دابا اللي بدات معايا هاد المرحله هذه ديال الرياضه اللي دخلتني لاصال اول مره في مكناس وربيتني على الاخلاق وربيتني على الصدق وربيتني على بزاف الحوايج. كنشكرها من هذا المنبر هذا، كنشكر الاب ديالي اللي ديما كيقول لي سير لاصال كيعاونني ماديا ومعنويا، كنشكر الاخوه ولد الدرب اللي وكنعتذر منهم بزاف على النتيجه ديال المقابله الاخر. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.